أول ظهور للاتحاد من أجل تونس أن يظهر في باب الشريف. علاش؟ لأن باب سويقة تمثل إحدى قلاع النضال الوطني فيما سبق لعهد الاستعمار، وزاد كذلك إحدى مراكز النضال التحرري والنضال الديمقراطي والاجتماعي في تونس. كانت باب سويقة، كنا في باب سويقة واحنا في الجامعة التونسية نهبطوا لباب سويقة في دماغنا نحبوا نلتحموا بالشعب، نحبوا نوصلوا نخاطبوا الشعب باش يهب معانا ضد الدكتاتورية. في مخيالنا السياسيين والثوريين والديمقراطيين وكل الشباب الطالبي والشباب المثقف، مخيال باب سويقة والاحياء الشعبية في تونس رمزية كبيرة ياسر، اللي هي في التقاء، تجرى في التقاء ما بين المثقفين وما بين عامة الشعب. جيناكم اليوم كاتحاد من أجل تونس، جيناكم اليوم باش نعبروا لكم اللي كونا احنا من هذه القناع ولن نغادرها، ونحن معاكم ولن نبتعد عنكم. ونحن لما تقابلنا كأحزاب خمسة تقابلنا على خاطر مؤمنين ومقتنعين وعاقدين العزم باش نكونوا أكل لحمة أكل قوة أكل كتلة سياسية الأمينة على الانتقال الديمقراطي، الأمينة كذلك على مطالب الشعب، الأمينة على حماية المرأة، الأمينة على حماية الطفولة التي تتعرض اليوم إلى الانتصار. نحن أيضا معاهدين بعضنا البعض بكوننا سنمر إلى زرع الشموع في بلادنا باش تنور، باش نقضيو، باش نبعدوا الظلام، وباش نبعدوا التفكير المتخلف عن بلادنا وعن شعبنا. وعاكين الأزم أيضا بكوننا مدافعين أمناء على كرامة التونسي، باش يتوفر الشغل للتونسي، باش يتوفر حقه في العيش الكريم، باش يتوقف حقه في التعليم، باش يتوفر حقه في الأمن، باش يتوفر حقه في الأمان، باش يتوفر حقه في أن يعيش حياة كريمة كإنسان. هذا اللي حاجتنا به احنا كاتحاد تونس، هذا اللي حاجتنا به. وجيناكم اليوم بهالخطاب البسيط الواضح، جيناكم باش نخبروكم اللي كونا هذاك مش نسلمه، ونحن سنظل متحدين معاكم وبيكم باش نغيروا تونس ونحن تونس. وشكرا. يا شعب تونس كم أنت صبور يا شعب تونس. الشعب التونسي اللي شافوا في سنة حكم للنهضة ومشتقاتها، شافوا في 23 سنة من حكم بن علي الضوء تقص والماء تقص والأوبئة رجعت، ولادهم في لندرا ويبعثوا في ولاد الشعب التونسي لسوريا باش يتقتلوا. هذه هي النهضة. الشعب التونسي مش لاحق على قفته على ماكلته، وهم الفلوس مئات الملايين متاع دولارات تحوس ويعطيو فيها للقتلة والناس اللي تمارس في العنف. نحب نقول للناس هذوما علم تونس أحمر ماهوش أسود، علم تونس أحمر ماهوش أسود.
انت هذه اللعبة فالكورة للناس هذم. انت لك من اليوم ومن باب سويقة بالذات انطلق الاتحاد من اجل تونس. المدينة انطلقت. انت هذه اللعبة جايم اوفر. لن نمرر شيئا. لن نسكت على شيء. سنحاسبكم واحد واحد. انتهت اللعبة. لن نقبل العنف. لن نقبل الاغتيال. لن نقبل القتل. لن نقبل تجويع التونسيين. نحن لكم بالمرصاد. انطلقت المدينة. مدينة الاتحاد من اجل تونس. من هنا من بسويقة. وستجدون دائما امامكم. انتهى. نحن سنحمي هذا الشعب. هذا الشعب بحاجة الى قوة. والاتحاد من اجل تونس سيحمي هذا الشعب. ولكن الاتحاد من اجل تونس مش كيف هما. نحن نضمن حرية الجميع. نحن نحقق حرية الجميع. ولن تقصي احدا على شرط احترام قانون البلاد واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية. ومن لا يحترم هذه القواعد يعرف وين مكانه. ولهذا نحن نعلن من هنا من باب سويقة ان الاحزاب الخمسة التي هي موجودة امامكم وغيرها ونحن متفتحين على غيرها ومتفتحين على اصدقائنا في الجبهة الشعبية وكل من يؤمن بالمشروع التونسي والنموذج التونسي نحن هنا لنحمي هذا النموذج. وشكرا لكم. وسننتصر. سننتصر. نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا أجل السماء وقد صارت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن حتى السواد بين الأمم سجورا سجورا جهالا بنا سواعدنا تمس موقع العلم تهالي بنا وتهالي بنا وفيها رواقنا والهمم وفيها كلام بين المنى وفيها بنا يأتون السقم وفيها لمن سلمون السلام حماة الحمام يا حماة الحمام هلم هلم من مجد السماء وقد صار في عروقنا الدماء يموت نموت ويحيا الوطن تشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الفتى ولا بد للليل أن يستجيب نموت نموت ويحيا الوطن